اهتزاز للكاميرات وللموبايل. اللي ما يعرف الرونن اس تابع الفيديو. كلنا نعرف انه اكو اصدارات للرونن اس اللي هو اكو الرونن اس الستاندرد اللي هو بس اس فقط، واكو الاسينشال، واكو الاس سي اللي هو البيسك العادي، واكو الكومبو اللي جويا عده اكسسوارات. خلونا نروح نشوف شنو الفرق بين الرونن اس الستاندرد والاسينشال. الستاندرد يجي وياه بعض الاكسسوارات، يجي وياه هاي الحقيبه اللي هي تحتوي على الشاحنه، تحتوي ايضا على طبعا الرونن اس يجي بي العتله الويل، وبيجي بي كيبلات اللي هي على مود يضبط فوكس تلقائيا عن طريق الويل، ويا كاميرات السوني والباناسونيك والكاميرا الكانون الفايف دي مارك 4. لان الاختلاف هو فقط في الكيبلات والعتله اللي هي الويل، لكن نفس الماطورات مثل ما قلت لكم نفس كل شيء. رونن الاس سي اللي هو يكون حجمه اقل. على فكره رونن الاس والاس سي الفرق بيناتهم انه هذا يكون يشيل كاميرات الميرورليس، مخصص لكاميرات الميرورليس، او الكاميرات تكون صغيره بالحجم او خفيفه بالوزن. نجي هنا الرونن هذه الكاميرات الفول فريم، كاميرات الدي اس ال ار، ممكن نشيل بكاميرات مثل بعض كاميرات البلاك ماجيك وغيرها، لذلك هذا يشيل كاميرات او يحمل وزن اكثر واحجام اكبر بالنسبه للكاميرات، وهذا يكون مخصص للكاميرات الخفيفه بالوزن والصغيره بالحجم، او كاميرات يعني اكثر شيء الميرورلس. الفرق بين البيسك والكومبو بالنسبه للرونن الاس سي هو الماطور فقط وبعض الكاميرات اللي هي على مود تقدر تضبط فوكس. اما وجود هاي القارصه مال التليفون فموجوده ويا البيسك ويا الكومبو، اللي هي وظيفتها اقدر افعل اوبشن الاكتف تراك عن طريق احدد طريق التليفون، احدد الجسم المستهدف وراح يتبع الرونن. اليوم راح نسولف ويوم مصورين الفيديو تصوير افلام، حفلات، دراما، اعلانات. طبعا الرونن هو مال اهتزاز للكاميرات، راح نسولف ويا الاس هسه حاليا. ربطنا الكاميرا الاي 7 ار مارك 4 من شركة سوني، والعدسة ال 17-28-8 من شركة تاميرون. هنا يتحمل الرونن اس يتحمل وزن 4.5 كيلوغرام، الحركة 360. طبعا اقدر ابرمجه وفق الابلكيشن الموجود اللي هو اسمه رونن، اضبطه كيف ما اني اريد. يعني اكو عندك مود 1، مود 2، مود 3، تسوي سيلفي، تريد تسوي بطيء، حركة سريعة 360 درجة. الوزن قلنا حركة 360 حتفيد المصورين بهواي شغلات، أداء سهل ممتاز وسريع الاستجابة. هسه راح أشوفكم يعني راح نشغله وراح أشوفكم شلون نقدر نشتغل فيه. مثل ما تشوفون لازم أني أضبط قدر المستطاع، لأن إذا ما يصير أنا أخليه بزاوية 100 فالماطور راح يعاني شوية بصعوبة برفع. لذلك راح أول شيء أذي الماطورات، شغلة ثانية راح يكون بطيء بالاستجابة وممكن يعلس أثناء الاستخدام أو ما ينطيك شكل. شغلنا هسي راح نشوفكم في الشغلة، دائما تصير عند مصورين الفيديو شلون نعالجه. هذا هو الجويستيك الجير، ثم تشوفون هسي أثناء الرفعة وأثناء
دا يصير اكو شويه نوع من الجيرك. شلون اعالجه؟ اكو هنا عندنا من حساس ويوسهم ضغطه مستمره، راح تصير هاي الرشفه الموجوده مثل ما تشوفون. اذا تسمعون الصوت اكو هنا صوت، هذا معناها انه دا يضبط الماطورات وفق الوزن اللي هو مستلمه على مود ما يصير عندك اي مشكله. وتقدرون تشوفون على اليوتيوب طبعا شلون يشتغلون بي الرونين، مش طلعون بي شغلات حلوه. راح نرجع هنا ضغطين على الحساس، راح يرجع الامور طبيعيه مثل ما تعرفون. راح اشوفكم المود واحد، طبعا اكو مودات، اكو مود واحد واكو مود اثنين واكو مود ثلاثة، اللي هو ممكن تقدرون تضبطونه على مود ياخذ 360 درجة. تمام، شوف مسة ثباتية، هذا هو الرون، شوف الحركة اللي اقوم بها هاني، نقدر ناخذ اي زاوية من كل الاوبشنات. هسه راح نسوي 360، 360 اللي هو ياخذ هاي الزاوية، شوفوا، وبنفس الوقت هو مانع الاهتزاز، هسه راح ارجع لحالته الطبيعية. هذا هو استخدامه وفق الجويستيك. طبعا هذني المودات هنا موجودة، هذا الزر لما نضغطه، هسه راح اضغطه وراح اشوفكم، انا ما اقدر اصير بعيد يعني عن التصوير. لما نضغطه راح يضغط ثابت ياخذ موقعه، وين ما انا اتحرك شلون ما انا اريد وراح ياخذ مكانه. على فكره بالحركه السريعه كل شيء استجابه تكون سريعه وقويه وفعاله. الرونين الاسي هنا انا راح اشوفكم شويه بشكل مفصل شلون اقدر اضبطه وافعل جهاز ويا طريق الابلكيشن. هنا راح يكون الموضوع شويه بشكل مفصل اكثر. كانك الجهاز الامور السريعه اللي وين نقدر نسوي له اللي هو ضبط الكاميرا والوزن وغيرها وغيرها. اما نريد شغله ثانيه على مود السرعه، نطفي الجهاز ونسوي له الجهاز بهاي الطريقه على مود شوف الخمس ساعات، رجعنا شغلنا، بدا الجهاز يشتغل. تمام، دائما مثل ما علمتكم هاي شلون اقدر اوازن واضبط الموتورات عن طريق الام والحساس. راح يبدي تشوفون يرجف هاي الموتورات، راح تبدي تضبط على مود نقدر احنا مثل ما تعرفون نضبط بشكل صحيح. الشغلات الحلوة بالرون انه انا اقدر اتحكم به عن طريق الابلكيشن. شوفوا شلون نتحكم ونقدر عفوا عن طريق الاكتيف تراك، ونقدر احنا مجرد ربط التليفون هو هذا الاكتيف تراك، مجرد ما انت تضبط على مكان معين راح يشوف شلون يتحرك. شلون انا افره هو يتحرك، طبعا هاني ما مثبت الطريقة عدة، طريقة عشوائية صايرة، لذلك هو راح يبدينا شوية نسوي اختلاف، نسوي له ريست أو إكزيت خروج طريقة أسرع وأسلس. هو هيجي لاحظوا شلون يتحرك، هاي المميزات اللي بنظام الاكتيف تراك.